وشوفوا درح الله يبارك هنا رفق لي تشور جلها نشوفوا الضرحة شوفوا ضرع تحمل هذه السداسية هذه جمعوا في زوج جاملين هذوك في زوج هذو جاملين اسمح لي نفهم الناس هذو جاملين وهذه يسداس وراي بسم الله ما شاء الله 7.5 عطاو لي 75 7.5 7,500,000 7,500,000 والبيع تاعها شحال راه يقول؟ نبيعها ب8 هذا المصالح اللي عنده الانزلاق في المعالجه هذه عمو بطلع الزنجبيل اوريك الزنجبيل ها وهذه بنتها الله يبارك ما شاء الله وهذا الجدي راه وحده معي هذا وين بديت الجوله تاعي مع الماعز عندنا هذا المعز الله يبارك اسمح لي اني اصور عندي هذا المعز الله يبارك الله يبارك بسم الله ما شاء الله الاذن طويله هذه ماكش محجرها لا إذا مشاهدينا عندنا أول عرض للبيع هذا وين بديت الجولة تاعي مع الماعز عندنا هذا المعز الله يبارك اسمح لي أني أصور عندي هذا المعز الله يبارك هذه السن تاعها سداس عندها زوج جديان شوفوا الجديان تاعها شحال شابين الله يبارك هذا يشبه كثيرا الماعز الجبلي شوفوا ضرح الله يبارك هذه شحال مسومينك هنا؟ مسومين ما تعطيش علي صح قل لي شحال مسومينك؟ 2 92 سوما اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع هذا المعزة اللي راكم تشوفوا فيها سداس الله يبارك شوفوا ذراع تاعها قد منه بسم الله ما شاء الله هذه راهي على ميلاد راهي قريب تولد ما بقالهاش بزاف شوف الله يبارك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يبارك قل لي شحال سموك في شحال اروح تشوف منا اروح منا اروح منا اروح منا ايه معليش قل لي شحال مسومينك في المعزه هذه 7.5 عطاو لي 75 7.5 7,500,000 7,500,000 والبيع تاعها شحال راه يقول؟ نبيعها ب8 من ملايين من ملايين وشحال مازالها تولد هذه؟ مازالها يومين يومين هذا ما كان إيه؟ الله يبارك ما شاء الله عنده ماعز اخر للبيع شوفوا اسمح لي تشوف عليه اسمح لي الله يبارك هاوليك قل لي المعزات هذو ثلاثة السن شحال واش راه يقول؟ هذه سداسية هذه جمعوا في زوج جاملين هذوك في زوج هذو جاملين اسمح لي نفهم الناس هذو جاملين وهذه يسداس وراهي اللي راهي والده اللي والده والدين في ثلاثه هذو في ثلاثه في ثلاثه والدين والبيع شحال راه يقول هنا البيع هذه عطاو لي 12 مليون هذه عطاو لي 9 هذيك عطاو لي 95 راكم سمعتوا الاسعار اللي سوموه بها اما بالنسبه اسمح لي كيفاش هذيك اللي من هذيك الجهه تجيب 4 روات نتاع الحليب وهذه اللي راهي قريب تولد شحال هذه تجيب 4 كيف كيف هذا نهار تولد تجيب 4 رواتب الله يبارك ما شاء الله عنده هاد الزوج معزات انا اللي عجبوني كاينه هذه وهذه دوك نجيب لكم رقم الهاتف باش تتواصلوا معاه شوفوا هي قريب تولد هذه الله يبارك رقم الهاتف باش تتواصلوا مع صاحب العرض خلي لي النيميرو تاعك رقم الهاتف باش تتواصلوا مع صاحب العرض اللي حاب يتواصل معاه الرقم هو شحال 07 75 23 67 المكان هو
البويرة. المكان هو البويرة، تقدروا تتواصلوا معه عشاق الماعز. نصر تي في هذا. دنيا دنيا تي في. هذا المصالح اللي عنده الانزلاق في المعدة هذه، عمو بطلع الزنجبيل، أوريك الزنجبيل. أنا صراحة يا ناس ما يعيطوا لي عليهم. ياخذ من الطاقة ويأخذ من القوة البدنية. أصحاب البارود. الله يبارك، هذا عنده معزتي، معزتي حلب، وتواصلوا معاها وبين باللي انسان طيب. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. اه صورتها صورتها خلاص، ما زلت هذه ما صورت ضرحها هوليك. اربع رواتل هذه انا اللي حلبتها. كيفاش؟ اربع رواتل انا اللي حبتها. اربع رواتل اكزاكت. والله في داري انا اللي علبتها اربع رواتل. الله يبارك. شكرا على المشاركه، رمضان كريم وصحه فطورك. صحه فطورك نصر. اذا مشاهدينا عندنا عرض اخر للبيع اليوم، راه تخلى معيز الله يبارك. عندنا هذه المعزه السمن تاعها، راه يقول شحال السمن تاعها هذه؟ سداسيه. سداسيه شحال سموك؟ عطونا 12 ونص. 12 ونص. والبيع شحال راه يقول؟ البيع طلبنا 14 على ربي. 14؟ وشنو 14؟ ما فهمتكش. 14 مليون على ربي. سعر البيع راه يقول 14 مليون. الله يبارك. شوفوا ولادها وشوفوا درعها الله يبارك. هنا رفد لي تورجلها نشوفوا درعها، شوفوا الذراع تاعها. هذه شحال تحلب هذه بالتقريب؟ اربع رواتل. اربع رواتل؟ اه. مين جاتنا وش من المنطقه؟ البويره. منطقه البويره هذه، منا تاع هذا المنطقه. شوفوا الماعز تاع البويره كيفاش داير الله يبارك. تخلي لي رقم الهاتف تاعك. راشد الكسر. راشد الكسر نيميرو التليفون. راه الكسر نيميرو التليفون. ما حبش خويا، ما حبش. معليش معليش، اعتذر، رقم الهاتف غير موجود. شكرا على المشاركه. اذا مشاهدينا عندنا عرض اخر للبيع، هذه المعزه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه سداس. شوفوا ضلحه شحال كبير الله يبارك. هذه عندها جدي، والسيد هنايا راه مسومينو 55. اما بالنسبه لسعر البيع، البيع شحال يقول لها؟ خويا طلبنا 7 ملايين على ربي. 7 ملايين؟ اه. عندها جدي واحد برك؟ عندها جدية دوريجين في الصانين. الله يبارك، جدية. اها، اسمح لي نروح نشوفوها، معليش. هاي لك جدية تاعها، هاي لك. هاي لك جدية تاعها هذيك اللي راهي كيما السردوك، راكم تشوفوا فيها. صانين دوريجين. شوفوا ذراعها الله يبارك. هذه شحال تحلب هذه؟ ثلاثة. الله يبارك. قال لكم تحلب ثلث رواتل. الهاتف متوفر؟ تخلي لي النيميرو تاعك. رقم الهاتف باش تواصلوا مع صاحب العرض. شحال النيميرو؟ 07 78 79 76 31. المكان هو أهل القصر البويرة. المكان هو أهل القصر البويرة، تقدروا تتواصلوا معاه. عشاق الماعز. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا عندنا زوج معزات، كاينة وحدة دافعة ووحدة راهي تحلب والدة كما نقولوا احنا من قبل. السيد راه مسومينو 38 جملة في هادو. قل لي البيع شحال راه يقول هنا؟ البيع شحال راك تقول؟ مازال مازال شحال بالتقريب؟ مازال شوية، مازال بعد شوية. شحال هكاك بالتقريب؟ بالتقريب ماشي بعيدة بزاف. ماشي بعيدة، وحدة راهي على ميلاد قريب تولد. واحدة راهي قريب تولد. قريب واحدة تحلب. الله يبارك، ما شاء الله. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا عندنا زوج معزات، كاينة هذه البيضة هذيك المقرانة تحلب ما عندهاش وليدها، وكاينة هذه اللي راهي مع وليدها. هاوليك، خليه يرضع، خليه خليه. هاوليك، كاينة هذه راهي مع وليدها. هذه شحال سموك فيها اللي مع وليدها؟ 25. زوج ملايين و500 سومو في هذه. زوج ملايين و500 سومو. والبيع تاعها شحال هذه؟ شحال هكاك يزيدوا لك؟ 100,000. قال لكم زيدوا لي 100,000 نبيع. والبيضه شحال البيع تاعها؟
زوج ملايين البيع تاعها، هذه رباعيه ولا سداس؟ هذه جامعه بشعر فم مليحه. اها هاي لك هذه جامله. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هنا عندنا ثلاث جذعات جديات كما يقولوا. هذو مازال ما بدلوش، مازال ما كسروش. قل لي راهم دافعين هذو؟ دافعين؟ فهمش ماشي دافعين، ماشي دافعين. هذو شحال سموك فيهم جمله؟ 5.5 هذو 37 وحدها. وحدها سموه 37. الجذعه هنايا شوفوا شحال شابين، الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، الودن طويله. قل لي بالنسبه لاسعار البيع شحال راك تقول هنا؟ شحال راك محدد البيع؟ يعلم ربي ولا حقوم بيع، انا مازال ما لحقوا نسوي. شحال انت شحال راك ناوي تبيع؟ يعلم ربي بالك يعقبون 10 جمله. 10 جمله يقول 10 اي. وفي الرادي شحال؟ في الرادي قلت له 5.5 37. هذا ساوموك؟ ايه ساوموني. والبيع في الرادي شحال؟ البيع فوق 10 نبيع. اسعار البيع تتجاوز 10 ملايين للجذعات هذه. ها؟ دور لهنا باش نصورك. الربح للوذنين، الربح للوذنين ماشي للقطايا. شكرا على المشاركة، يعطيك صحة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، شوفوا هنا عندنا هاد المعزة، هذه اللي راكم تشوفوا فيها. هذه راهي على ميلاد، راهي قريب تولد، راهي دافعة، وهذه بنتها. الله يبارك ما شاء الله. وهذا جدي راه وحده ما عندوش يماه، ثاني راهو للبيع. هذا جدي ولا جدية؟ جدي جدية جدية. الله يبارك، ثاني شويبة ما شاء الله. قل لي شحال ساموك انا في المعزة، شحال مساومينك؟ 65. 65؟ ايه. والبيع شحال يقول؟ راه طالب 10 ملايين على الرب. 10 ملايين هو سعر البيع. قل لي بنتها راهي دافع؟ ما على باليش، هي دافع بصح بنتها ما على باليش. انا بنتها راهي تبان لي دافع. العالم ربي والله ما على بالي. مذكورة كاينين في الكوري، باه نقول لك ثمرة ولا لا، لا ما على باليش. معليش. قال لكم راهم يصرحوا مع الذكورة، أنا بنتها راهي تبان لي دافع والله أعلم. وجدي هذا شحال البيع تاعه؟ جدية؟ نقول مليون. مليون؟ ايه صح صح مليون. مليون مليون. ويما هو الراهي هذا؟ ماتت. ماتت. النيميرو تاعك تخليه لي؟ لا لا. اعتذر، رقم الهاتف غير موجود. شكرا على المشاركة، يعطيك صحة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، عندنا هذه المعزة صغيرة هذه الله يبارك، هذه عندها زوج الله يبارك، عندها زوج ديان. روحوا نشوفوا ولادها. هاملك هاملك، شوفوا ولادها شحال شابين ما شاء الله، الله يبارك. قل لي عندها جدي وجدية؟ جدي وجدية؟ عندها جدي وجدية الله يبارك. وهذه شحال ساوموك فيها؟ شحال ساوموك؟ 4 ملايين. والبيع تاعها شحال؟ هاي قريبة إن شاء الله. شحال بالتقريب؟ 45 42 43 بيعوها. سعر البيع راه قريب، ما بقاش بزاف. شوفوا ضرحة هاوليك. هي المعزة الصح فيها كاع الضرع، كيكون ضرعها كبير وتحلب الله يبارك. هذه ماكش محجرها؟ لا لا. الله يبارك ما شاء الله. الرقم تاعك تخليه؟ النيميرو تاعك؟ اه. عندك المعيز في الدار؟ كاين المعيز في الدار مازال ما توفر. هذا عنده المعيز في الدار، نجيب لكم رقم الهاتف وتواصلوا معاه، بالك يكتب المكتوب بيناتكم. رقم الهاتف هو شحال النيميرو تاعك؟ 0744 20 75 94. المكان هو؟ نعم. المكان وين؟ في السماش العجيبة. المكان العجيبة، تقدروا تتواصلوا معاه. عشاق الماعز. يشحال الشباب الجدي هذاك، الله يبارك ما شاء الله. ما عندهمش بزاف من اللي زادوا هذو. آخر من هذه
اذا مشاهدينا رقم الهاتف هو السيد راه بدل رايو اللي تبع معنا الفيديو. رقم الهاتف تاع المعزة هذه وعنده سلعة ثانية للبيع تقدروا تتواصلوا معه. رقم الهاتف هو شحال نيميرو؟ 0552 30 71 46. المكان هو المكان ليزيسار ولاية بومرداس. تقدروا تتواصلوا معه عشاق المعز. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، كاين بزاف اللي يحبوا الجديات، ما أنا نحب الجدية باش يكون في علمكم. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم توام الله يبارك، والعمر راه يقول 8 شهر، والسيد هنا راه يقول سومو. شحال سومك هنايا؟ 25 ونص في زوج. 25 ونص في زوج؟ في زوج مربيهم هادو؟ لا شاريهم. والبيع شحال راك محدد؟ انا طالب 3 ملايين على ربي. في زوج؟ في زوج. سعر البيع راه يقول 3 ملايين، بمعنى مليون ونص للجدية، العمر 8 اشهر. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا من سوق البويرة للأبقار والأغنام والماعز. أنا نبقيكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة، في حلقة جديدة، في مكان جديد، ثقافة جديدة، أسعار جديدة، وناس جدد. وما تنسوش الله يرضى عليكم بارطاجيو لهذا الفيديو على الولايات، بارطاجيو لي هذا الفيديو على الولايات. هنا راني في الخرجه تاع السوق الله يبارك، شوفوا المكان هذا شحال شباب. هاوليك السوق من هي. انا نبقيكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في مكان جديد، ثقافه جديده، اسعار جديده. سلام، صحه فطوركم وصحه رمضانكم، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.